إن الله تعالى يجري نزول هذه الأمطار على رحمة وحكمة، فقد صرفه بين عباده، فتجد من الجهات والأماكن ما أمطاره متتابعة متوالية وله في ذلك حكمة، ومن البقاع والأراضي ما لا يأتيه القطر إلا قليلا وفي ذلك حكمة ورحمة. قال جل في علاه: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ثم قال جل في علاه: ولقد صرفناه بينهم. صرف الله تعالى الأمطار بحكمته ورحمته بين عباده فيه في غاية الإتقان والإحكام، فهو الحكيم الخبير جل في علاه، يعلم ما يصلح الناس وما يفسد معاشهم، يعلم ما يصلح حياتهم وما يفسد حياتهم، ولذلك أجرى كل ذلك وفق حكمته فصرفه بينهم ليذكروا.